يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إفراد الجمعة بالصيام بنية الست من شوال؟ إذا كان يصوم الست من شوال ومن جملتها الجمعة لا بأس، إنما المنهي عنه إفراد الجمعة وحدها فقط، لا يصومها وحدها، إنما يصومها مع ما قبلها أو مع ما بعدها، لأن يوم الجمعة يوم عيد، هو عيد الأسبوع، ونهي عن صومه. بالصحيح أنه ما يصام يوم الجمعة، ينهى عن إفراد الجمعة بصوم، لكن يجوز يصومه مع غيره. نعم.